شو القصة لاليزار؟ السلطانة فجأة تعبت وغابت عن الوعي، ما عرفنا شو هو السبب. شو اللي صار؟ السلطانة فاريا قالت يا سلطانة إنه هي هجمت عليها وسحبت الخنجر بوشها وبعدين أغمى عليها. يا ربي. شو اللي صاير معها؟ ألف مبروك يا مولاي، السلطانة عائشة حامل. ألف مبروك يا ابني، رح يكون في عنا أمير بجمال وقوة أبوه إن شاء الله. إن شاء الله. مولاي سلطانة، لا تخافي، قال أنت حامل. ربي يقومك بالسلامة وتجيبي لنا الأمير. إن شاء الله يا سلطانة، إن شاء الله. ألف حمد وشكر إلك يا رب. ادخل. سلطانة، السلطانة عائشة بعثت لك هذا الحلو بمناسبة حملة. شو عم تساوي انت؟ ما بصير السلطانة تاكل حلو، هلأ بتتعب. شو ما بدك اكل من حلوان حفيدي؟ بعدين قديش صار لما فرحت قلوبنا؟ معلش انا منشان صحتك سلطانة. ولا معقولة تجرى سلطانة؟ في رسالة اجت للسلطانة فاريا من والدتها، قلت أكيد حابة تعرفي شو فيها لهيك خليتهم يترجموها. خير ما ساويتو، قريلي لشوف. فاريا، سمعت إنك حامل ورح تصيري أم، وهلأ رح تكبر مسؤولياتك أكتر. قلتيلي إنه السلطان رح يتزوجك، إذا صار هالشي عن جد معناتها رح تكون إلك كلمة على العرش العثماني، والروح اللي جواتك ممكن تكون لولي عهد أو سلطان هذا العرش. هذا الطفل رح يكون مفتاح باب سعادتك، وبهالحالة أنت والسلطان مراد رح تحكموا العالم سوا. كل يوم عم أدعي لك إلك ولابنك اللي رح يولد، ربنا يحميكم. شو هالجرأة والوقاحة وقلة الأدب؟ لا، وشو قال بدها؟ تحكم العالم مع ابني. سلطانة، معلش ما أروح معكم، حاسة مالي مزاج اليوم. حل مشاكل الناس ما بيتأجل بمزاجنا، وبهيك ظروف لازم نوقف جنبهم ونواسيهم قد ما منقدر. ادخل. مولاتي السلطانة، بدنا نروح على الجمعية الخيرية وانت كمان رح تجي معنا. طالما صرتي زوجة ابني السلطان شرعا، شوفي شلون الكل رح يحبوكي. سلطانة. أهلين إستر. إستر، مع أني سبق وحذرتك بس ما رديتي وإجيتي على القصر وزرتي لرئيس الحرس. زرته لقله الحمد لله على السلامة سلطانة. حاجة تلفي وتدوري يا إستر، ما بقى بدي شوفك واقفة معه أبدا، عم تفهمي؟
الله يطول بعمرك يا سلطانة. صحة وعافية. امشي. شكرا كثير. صحة وعافية. الله يوفقك يا سلطان. الله يطول بعمرك ويعطيكي ألف عافية. صحة وعافية. عن جد شي حلو إنك تشوفي المحبة بعيون الناس. شلون قدرتي توصلي لهالشي؟ سلم إيدك يا صحة وعافية. الموضوع بده صبر، مو سهل تكوني سلطانة. الله يحميك يا سلطانة. صحة وعافية. وما بيكفي تتزوجي سلطان لحتى يحبوكي. شكرا يا سلطانة. صحة وعافية. ولا حب السلطان لحاله بيوصلك لهون كمان. السلطانة هي يلي بتكون قريبة من الشعب بكل شيء وبتعرف همومهم اليومية. هي يلي بتحس بمشاعر الناس وبأحلامهم ومخاوفهم. هيك بتضمني محبتهم لإلي. انتبهي لأحلامك يا فاريا، خليها مناسبة لحجمك وإلا ممكن تخنقك وتقضي عليكي. فاريا، سمعت إنك حامل ورح تصيري أم. هلأ رح تكبر مسؤولياتك أكتر. قلتي لي إنك رح تتزوج السلطان. إذا صار هالشي عن جد معناها رح يكون إليك كلمة على العرش العثماني، والروح اللي جواتك ممكن تكون لولي عهد أو سلطان هذا العرش. هذا الطفل رح يكون مفتاح لباب سعادتك، وبهالحالة أنت والسلطان مراد رح تحكموا العالم سوا. كل يوم عم بدعي لك، إلك ولطفلك اللي رح يولد. ربي يحميكم. ما عرفتي ليش اجى لعندي؟ ما عندي فكرة يا سلطانة، مولانا ما قال أي شيء. طيب طالعي الكل لبرا. تعالوا معي. أهلا بالسلطان. أهلا فيك سلطانة. خلصتي مشاغلك؟ رحنا على الوقف. عتيقة وجوهرهان راحوا معي وفاريا كمان. قلت باخدها مشان الأهالي يشوفوها معي ويعرفوا قيمتها عنا. عظيم. بصفتك السلطانة الأم مو غلط طبعا تهتمي بهالتفاصيل، بس كل شيء وفي له حدود بالنهاية. مزبوط ولا لا؟ سلطانة، أنت بأي حق وبأي صفة بتتدخلي بأمور الإنكشاريين وبتوزعي عليهم ذهب؟ مراد اسمعني، أنا نهائياً إياكي لا تنكري عملتك. كمال كيتش إجا وخبرني بكل شيء. هيك مواضيع ما بتتحمل أي تلاعب. عندك مبرر لهذا التصرف؟ أنا عندي مبرر طبعاً. الإنكشاريين مو مثل غيرهم، ما تقارنهم بالفرسان. إذا هدول بكرة قاموا ضدك فكل العاصمة رح تقوم علينا. فأنا احتياطاً عملت هالشي لحتى ما يعملوا أي عصيان أو تمرد. احتياطاً حتى ما يعملوا أي عصيان. هذا الموضوع مو من اختصاصك بوجود السلطان. كل مرة بقول خلص ما بقى تتدخل،
كل مرة بقول ما بقى تتصرف من ورا ظهري، وللأسف أنت بكل مرة عم تساوي اللي ما كنت متوقعه. يا خسارة، شكلك رح تفقدي ثقتي بالمرة. وشو بعمل؟ اتفرج عليك وانت اخذنا على الجحيم؟ بدي اقول لك كم كلمة. انا هلا صرت الجحيم. جحيم بوش كل حدا بيفكر يخالف ارادتي واوامري. أغوات، نظرات ابني اليوم كانت مختلفة عن أي مرة، وكأنه الغضب والنفور كانوا عاملين على عيونه ستار، وكان عم يتطلع فيني من وراه. مولانا السلطان هالأيام صاير شوي عصبي، إلا ما تمر هالفترة ويهدى إن شاء الله. بس شلون عرف يا سلطانة؟ خليل باشا بالعادة بيكون حذر بهيك مسائل. كمال كيتش هو اللي خبره. سلطانة؟ شو عامل انت؟ قال متقاتلين انت وبيزيد؟ مع انه القصة انتهت، هذا الشيء ما بيبشر بالخير ابدا. بس هو اللي وصلنا لهون. انا فهمانة غضبك منه، والغضب اصلا هو اللي عم بيزيد خوفي، لأنه عم يجرك لخيارات مو مدروسة ويخليك تخبص. المهم إنك ما تخلي السلطان يشك فيك. أنا رح أساوي أي شي بتأمريني إياه، ورح أكون طوع أوامرك. بس لازم تعرفي إنه الأمير بيزيد أبداً ما نبري. أنت شو بدك تقول؟ إذا بتعرف شي قوله فوراً. اليوم شفته مع شيخ الإسلام واقفين وعم يحكوا بشي، ولما أنا أجيت لعندهم سكتوا فجأة. وقلت هالكلام لأخوك؟ قلت له يا بس بطريقة لطيفة، الظاهر إنه في بيناتهم أسرار. قاسم، اسمع ابني، قبل ما توجه اتهام لحدا فكر مزبوط، لأنه إذا ما عندك دليل واضح تنقلب الأمور ضدك. سلطانة اسكت واسمعني، وطالما قلت إنك رح تسمع كلامي معناها ما بتخالفني من اليوم ورايح. لما بتشوف شي أو بتسمع شي بتجي مباشرة وبتخبرني. شفت الأسرار اللي خبيتها عني لوين وصلوك؟ عم تفهم علي؟ عم افهم. مراد، شايف كابوس؟ قلي شو شفت يا ابني؟ حلم كتير غريب، بحكي لك اياه بعدين. قوم ونام بسريرك، لا سمح الله ممكن تاخذ برد. الطقس عم يتغير، قوم. كأنه اليوم الريحة كتير قوية. مزبوط، قال جايتنا رياح غربية،
ما بحب بنوب اصلا، ما سموها ريح المصايب على الفاضي. ربنا يحميك ويحمي لك اولادك ان شاء الله. ان شاء الله يا امي. ادخل. سلطانة، رسالتكم لمحمد باشا أباظة جاهزة. شو هاد؟ شو هاد اللي على ختمي؟ لا إله إلا الله، هاد شو بيكون؟ والله يا سلطانة أنا ما عندي فكرة. عليه أثر شمع سلطانة. إيه بعرف، بس شلون وصل لهون؟ هذا يلي بدي أفهمه، مين اللي ممكن يمد إيده على ختمي؟ عرفوا لي مين. أمرك مولاتي. تحت أمرك. سلطانة، أنا بعرف ليش بعدتي وراي، لأني قلت لمولانا عن موضوع الإنكشاريين. سامحيني، هالموضوع عذبني أكثر مما بتتخيلي. بس غصب عني أنا يا سلطانة ما بقدر خبي هيك شي عن مولانا أبدا. عادي، مو مشكلة، أنا متعودة على هالشي. الله أعلم كم شتا وربيع مروا علي بهالقصر. إذا شلت منهم الحزن شوية فرح بس بيبقولي، حسيتهم بوجود أشخاص، أشخاص صادقين ومخلصين كانوا، حتى إني حبيتهم. وللأسف دفنت كتير منهم بإيدي. ربي يرحمهم ويغفر لهم كل خطاياهم. آمين. تعرف شو كمال كيتش؟ مرات بيكون الموت أسهل من إنك توثق بحدا. ما تتخيل قديش صعب تلاقي حدا مخلص جنبك. وبعد سنين هي أول مرة. أول مرة أنا بوثق بحدا وبعتبره قريب مني مثل كل اللي غيبهم الموت. أنا الغلطانة لأنه منحتك ثقتي.